حكومة شادة معاهم. المهم بو هشام، انت ابن البلد وابن السوق، الوالد هم كمان سيد يوسف رفاعي من مؤسسين لجنة المناقصات، الله يسلمك. يقول يا ابني، قلت الشيخ سبحان احمد صباح السالم، الشيخ احمد جابر، احمد جابر الاحمد، حط المفتي. يقول حطينا الشيخ علي الجسار. هل اقل الاسعار حاليا يعني من قبل للحين، هل هالمبدا صحيح؟ اقل الاسعار يعني نشوف الشوارع، نشوف الخدمات ضعيفة، البلدية غير خدماتها يعني مو المستوى. ان شاء الله المجلس هذا ينظر في المسائل هذه، لانه فعلا لما تنظر الى النهب والاختلاسات صحيح ان عندنا فساد به هشام. احنا طبعا عندنا 10 يعني مراكز رقابيه، وعندنا التويتر، وهذا الشباب الكويتي الكويتيات مو مقصرين، ملاحقين كل شيء. يعني شلون واحد يقدر يبوق اذا الشيك يقول لي واحد يوقعون عليه 100 واحد؟ هو يعني التويتر بجانب انه نقمه، لكن كذلك هو نعمه. صح. الناس اصواتها بدات توصل، وقاموا يكشفون يفضحون ما يعني بالنهايه التموين ابو هشام، التموين انت والوالد سيد زرعي قدمت التموين، ليش التموين ما تتوسع فيه الدوله؟ تموين؟ اي لان السمك غالي، المواد الغذائيه غاليه، يعني تخفف عن اعباء المواطن. بعدين اول كان حتى التموين غير الكويتيين، كان اللي يعني اللي يعني التموين برايك ما يكون حل عشان القوه المواطنين يشتكون ان قوه الدينار الشرائيه الكويتيه ضعفت؟ والله اعتقد اعضاء مجلس الامه عندهم يعني تصورات دارسينها حول الموضوع هذا، بحيث انه ممكن. وبالنهايه حاليا منو رئيس الحركه الدستوريه مكانه؟ كان مساعد الضفيري. ضفيري والناشي موجود؟ الناشي لا ترك في المكتب السياسي. نفرش زين. بالنهايه ابو هشام نبي منك انت دعوه، يعني وانت رجل صالح تدعي لنا وتدعي لدوله الكويت، امينا الشيخ نواف الاحمد صباح ولي عدنا، الشيخ مشعل الاحمد، الله يوفق الجميع ان شاء الله، ونتفائل وان شاء الله المستقبل افضل باذن الله تعالى. امين امين. ودك ان متقاعدين بشيء؟ انت متقاعد؟ شلون؟ انت متقاعد مثلنا، ودك شيء يعني؟ ماني متقاعد انا. شكرا طال عمرك. ما شاء الله، والانفتاح ان شاء الله قادم، وابشروا يا اهل الكويت. مجلس الامه حاليا هو والحكومه الضوء الاخضر سميناهم. وشكرا. اللهم احفظ الكويت ولا يغير عليها ابدا يا رب، الا للاحسن ان شاء الله.